هي انطلقت فعليا، انطلقنا في استعمالها في الشهادات العلمية بعدد من مؤسسات التعليم العالي، انطلقنا في استعمالها أيضا في شهادات الأجور الوظيفة العمومية، يعني عدد مهم جدا وهذا باش ربحنا معناها وقت واقتصاد في الكلفة. وسيتم الاعتماد الختم الإلكتروني الكيو ار كود لتسهيل إجراءات الحصول على مضمون الولادة والسجل التجاري، وسينطلق العمل باستخراج مضمون الولادة ومضمون السجل التجاري بآلية الكيو ار كود وعلى الانترنت، يعني من غير ضرورة توجه المواطن للبلدية أو للمحكمة. تعرف المشاكل تاعت انتظار في مسألة السجل التجاري، إن شاء الله نطلقوا في هذه التلافة من 16 أبريل المقبل تكون الخدمة هذه معناها موجودة على الخط. كذلك كما قلت أن المواطن هو الهدف الأساسي تاعنا وغايتنا، توجهنا لأكثر مؤسسات أو ربما الأكثر مؤسسة أكثر قرب للمواطن هي البريد، وحاولنا تطوير خدمات إلكترونية باش تكون مواكبة للتطورات التكنولوجية ومتماشية مع متطلبات واحتياجات المواطن. اليوم البريد التونسي وضع منظومات للدفع الإلكتروني كما الخلاص على البطاقة عدد 3 اللي كما تعرفوا صار من الممكن استخراجها عبر الانترنت، وكذلك التصريح بالاستثمار. ولكن ربما اهم يمكن نعلم عليه اليوم هو الانطلاق في خدمه جديده باش تسمح للمواطن باستعمال الهاتف الجوال لمعناها لتحويل الاموال، الام بيمنت، يعني تحويل الاموال بين كافه الحسابات البنكيه والبريديه مهما كانت المؤسسه الماليه، يعني بنكا او بريدا، ومهما كان مستغل الاتصالات. هذه خطوة أولى في انتظار أنه يقع تعميمها في موفى شهر جوان المقبل لتشمل كل المعاملات التجارية، يعني بين المواطن والتاجر. وأعتقد هذا سيقلص بشكل كبير التعامل بالأوراق النقدية، سيسهل حياة المواطن، وخطوة مهمة في اتجاه مقاومة يعني كل ما هو الاقتصاد الموازي بهذه التكنولوجيات الحديثة. كذلك حتى نرسي ثقافة مالية جديدة تقوم على استعمال وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع على اكتساب المعرفة والتجربة، خصصنا للشباب يعني برنامج معين أو مجموعة من الإجراءات للشريحة العمرية بين 15 و 35 سنة، وسميناها البطاقة الإلكترونية الجديدة لو إي دينار جون. لو إي دينار جون سيمكن من الاندماج في الحياة العامة من خلال تسهيل نفاذ الشباب الى التظاهرات الثقافيه والرياضيه، وسينتفع من خلال هذه البطاقه بمجموعه من الامتيازات والتخفيضات التجاريه.